السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن ولا الحلقة رقم 72 لا كفال إلا كفال سبعة اثنين 72 آه دي متى تهجيت إلا حقوم آه, آه جزء منا بيعة العقبة الثانية إلا إلا هي متى بلتا 12 نقيبة 12 نقيبة عصر الكرؤوت نقيب عصر الكرؤوت مسؤول عصر الكرؤوت جماعات لا تحروا النبي صلى الله عليه وسلم حرى يوم العقبة اتفقوا مسلو 72 نفر عند انتم عصر أورو نفر منا و, اه من و, و ولا تارفا من اثنين ولا بعدام منا خزرج عند انتم كمو ستين اه وكذا سهلت انترنت ما ذكرنا دي با الحلقات لحلفت حلقات اثنين اه اه واحد وسبعين ديبا هذا ديبا الحلقة تلا دي اه اه تمام قل الحلقة حلقات ولا يعني حسر كل وقت من نقيب من ومنتم ومو ودو ما مهام لنا يوم ديبا قل نتاقيتم اللوم منا اثنين اه وسبعين نفر سبعة واثنين من نوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبايعهم من نومتو النبي صلى الله عليه وسلم حسر كل نفر اختيارا من نوم عصر حسر نفر مسؤولين نا يوم ودو يوم و لفنجيهم لحصل اتفاق ميتو بندا امرنا اقوها هجرة المسلمين الى المدينة دي بغنى تاغيتو ادي دي بحا رجالة مألوف ولا رجالة بحال ولندا قمنا نحدد لنا دي بني قيس 12 نقيبا وبعد البيعة طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق البيعة الثانية بايعوتهم لهم يعني أن يخرجوا اثنا عشر ان يخرجوا اثني عشر او اثني عشر نقيبا يكونون عليهم. احسن نفر فرندحروا وقل لهم لما سلو مقدمتنا يوم حلفنا يوم اه واجهتنا يوم مسؤولينا يوم ويكلفون المسؤوليه عنهم يكلفون المسؤوليه عنهم فاخرجوا تسعه من الخزرج وثلاثه من الاوس سع من خزرج بعد دعالو من منهم افقروا وثلاث من اوس او كل ما عسر اما من الخزرجي من الخزرجي علو لسع نفر منهم ومنتم ولسعد بن عباده بن دليم كان اي اسعد بن زراره بن عدس ولا ساي سعد بن الربيع بن عمرو ولا رابع اي عبد الله بن رواحه بن ثعلبه حمساي رافع بن مالك بن العجلان ولا ساي البراء بن معرور بن صخر سبع عبد الله بن عمرو بن حرام ولتاسعا المنذر بن عمرو بن خنيس على اللوم لسع نفر منا خزرج جلوم لمسلو وجلوم مسؤولين نايم بلو بل تو تو ولتحروتهم ومنا أوس أسيد بن حدير بن سماك وسعد بن خثيمة بن الحارث ورفاعة بن عبد المنذر بن زبير وقيل أبو الهيثم بن تيهان الله سلاس هيني منا أوستوم فلما تم اختيارهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص تحروا ودحروا لو نفر النبي صلى الله عليه وسلم بيوم يوم أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي قالوا نعم أنتم آه كفلاء أنتم <سؤال> كم سلمى عيسى ابن مريم الحواريين باوك علو وانا دي قوم لنايه في هلو يبوم كفيل انا بهالو وبلا اورد كاين مسؤوليه تتحمل وهتو من نعم بيلو وتكبتو هذه هي بيعة العقبة الثانية لا تبعت العقبة الثانية ولا تمامتنا حلقة لهاتا وكانت حقا أعظم بيعة وأهمها في تحريح في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تغير بها مجرى الأحداث وتحول خط التاريخ ولما تمت البيعه وكاد الناس ينفضون اكتشفها احد الشياطين وصاح بانفذ صوت سمع قط يا اهل الاخاشب المنازل يعني هل لكم في محمد والسبات معه قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله يا عدو الله لاتفرغن لك وأمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم فرجعوا وناموا حتى أصبحوا خلاص إلا بيعة الله كم سأل على بيعة العقبة الثانية وهي حقا يعني سن مهمة وسن كان لبا ودرجات لبا وأهمية لبا دي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم علت ومن إلا هي يعني مجرى تاريخ وناية أحداث كله تغيره ولخطة تاريخ مجرى بعيد من دنسي من الله حر أن النبي صلى الله عليه وسلم دي تحالفات خارجية خارج مكة لإسلام الأنتشر قباء وخارج مكة مناصرين ومآوين ركبة وأنصار ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيعت إلا من البيعات المهمة على تلبيعة العقبة الثانية ما شاء الله ناس يعني بدوح إنجاز وبدوح عوته ونصر النبي صلى الله عليه وسلم لبديبة بيعتها وحق الله تمت خلاص ندير يعني ندير 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 نفضوا وروك كانوا ندير شفاح ندير لبلو وروك ابليس منا بلسا من الشياطين سمع يوم وباعلى صوتنا يصاح اعلى صوتنا يبنا لاكا وموعي ودعاء وبلا يا اهل الاخاش بياد ابيات كمنا لكم بيال لكم محمد ولجماعات جماعات لا اسلموا والسبات يعني كبار سالنا لهم كمان سابق البلاء لو يكوني التمعوق آه، العقل اللي حاربوكم بلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كم أما والله يعد والله يعد والله هل ليكوا أقول كذا تفرغ إن شاء الله وربد يد عدي بكل وامارهم بيلايو وهاي النبي صلى الله عليه وسلم أنفضوا خلاص فرتكم إن لو حرب فحني بل أوراق كان يجلس بيلا انتهى أوراق كانوا جيس بالاتفاق اللي ومسؤوليتهم تحملوا والعصر كل وقت نفر مسؤولين منهم جابوا ومدركم صدق أبعيني قريش دي بخيام ما طو من لا لا ولا مشركين هنا بيلو من لجيا خبر سعى مع يكونيني وجيسو ولا مسلمين هنا تم وقريش وقريس صدقوا لجيا للمشركين مشركين وأقبلوا خائبين وصباحا جاءت قريش إلى الخيام إلى خيام أهل يثرب ليقدموا الاحتجاج إليهم فقال المشركون هذا خبر باطل لما هي يا السمعة ما كان من شيء حتى يعلتني، ولا مسلمين فصدقوا المشركين ورجعوا خائبين، أقبلوا من لأن حتى يرأوني. ولكن أخيرا تأكد لدى قريش أن الخبر صحيح. قريش تأكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وجمعت أسلموا ووجع على إن على، إلا أمروا وبقيت بقيت فرسان لأقو، قلت ضابوا من النوم جماعة لكم سألوا اجتمعوا على ومسأل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب أهل يثرب. فادركوا سعد بن عباده والمنذر بن عمرو عند ازاخر، فاما المنذر فاعجز القوم هربا. قلت نفر عروا منهم النوم. سعد بن عباده والمنذر بن عمرو، ولكن المنذر يعني يقدروا يجيبوا ساعه من النوم منهم من النوم، لكن قال سعد طب طو واسرو ضابطو وجوا مكان طو كاشرو حقها يعني المطعم بن عبد العدي والحارس بن حرب لهم. آه بدير ديب بكندي ديب آه يسرب ديب مدينة لا إنساهم اللي ولا آه برشوتهم ولا بداعي ولا عيرنا يمكن كم سلمات أقلا يعني تحملوا وأقلا دل تكلب لعلى اورت من نومتو آه توم أفقروا توم دمناو وبعيبهم وكلبهم لنا يوم فجرا آه فقرة لكن الأنصار آه لهم صحابة رضوان الله عليهم فكروا ان اقبلوا وقل ما قل يعني اه قلس لكن يوم وقبل اللي معصر كرؤات نفر انت حروك انت عوتو وشيطان كم سأل ربي خلصيو والنبي صلى الله عليه وسلم بالله بعد الثانية خلاص دي بحلف استراتيجي ودي مكة ان دان عشرة من لا وحر سب مكة برا خارج مكة من مكان قل عوالا ومن برا والدقباء قدم هجرة المسلمين إلى المدينة دي بحلقة ثلاثة مطية حلقة رقم ثلاثة وسبعين قلت تقبأتو دي باب سلام تاكونا وسيد بنت رئيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>